حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تؤكد أن رفع حاكم البنك المركزي الدعم عن المحروقات مخالف القانون. 70 قتيلاً في حرائق الغابات بالجزائر، والرئاسة تعلن الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا. مدير المخابرات الأمريكية يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ممارسات إيران بالمنطقة. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس. قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إنه أمر وزير المالية بإخطار حاكم المصرف المركزي بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية. وأضاف المكتب أن دياب دعا لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر اليوم لمناقشة القرار وسط سخط شعبي من ندرة المحروقات وارتفاع سعرها بشكل غير مسبوق. ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن حرائق الغابات التي تجتاح مناطقاً في شمال البلاد أودت بحياة 70 شخصاً مع استمرار أسوأ موجة من الحرائق المدمرة في تاريخ البلاد. وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد العام 3 أيام على أرواح القتلى، وجمد أنشطة الدولة التي لا صلة لها بالحرائق. أفاد بيان إسرائيلي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أجرى محادثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مشيرا إلى أن إيران كانت على رأس جدول الأعمال. وأكد البيان أن بينيت أجرى مباحثات مع بيرنز في تل أبيب عن الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه للتصدي للممارسات الإيرانية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحكومة الكويتية توافق على مشروع مرسوم لتعيين وزير جديد لشؤون الديوان الأميري. أهلاً بكم من جديد. أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم يقضي بتعيين الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزيراً لشؤون الديوان الأميري. وقالت الحكومة في بيان أن المرسوم قدم إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكان الديوان الأميري قد قال في 28 يوليو الماضي أن الأمير قرر إعفاء الشيخ علي الجراح من منصبه. سيطرت حركة طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومتراً عن العاصمة الأفغانية كابل، لتصبح بذلك 10 عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع. وقال رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري أن طالبان سيطرت على مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن في المدينة، مشيراً إلى استمرار المعارك في بعض أنحاء المدينة. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تؤكد أن رفع حاكم البنك المركزي الدعم عن المحروقات مخالف القانون. 70 قتيلاً في حرائق الغابات بالجزائر، والرئاسة تعلن الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا. مدير المخابرات الأمريكية يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ممارسات إيران بالمنطقة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار ندعوكم إلى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.